سعيدة يا هوانم. أحب أعرفكم باسمك، جارتي. مش بس كده، وأكتر من أختي كمان، وهتبقى موجودة معنا في كل لقاءاتنا بعد كده. أحب أعرفك سلوى، رأية، وزهرة. سعيدة. سعيدة. أهلا اسمة هانم، اتفضلوا عادوا. وكويس قوي إن انتوا جيتوا يا هوانم. بقالي شوية عمالة أقنع رئة بإنها ما تفتعلش مشاكل مع جوزها، وكل ده ليه؟ عشان الهانم عايزة بيت كبير. انت ايه رأيك يا اسمة هانم؟ باردون يعني يا رأي هانم، لو يهمك رأيي. أنا شايفة بقى إن الدفى اللي في البيت أهم بكتير قوي من مساحته. أنا شخصياً كنت عايشة في بيت كبير قبل الجواز، وبعد كده اتنقلت لبيت أصغر، مش حاسة أبداً إن فيها أي مشكلة. دوري أنتي على السعادة اللي جوا بيتك، ساعتها هتحسي إن بيتك ده أوسع بيت في الكون. عندك حق فعلاً يا اسمة، كل الكلام اللي بتقوليه. اسمة دايماً رأيها صعب في أي موضوع. أنا بجد بحييكي على أفكارك يا اسمة. مظبوط، لكن برضو مشاكل البيوت كتير وما بتخلص. انتوا عارفين انا مشكلتي مع حماتي لحد دلوقتي لسه ما انتهتش. معقوله؟ شوفي بقى، انا شايفه ان انتي لازم تعاملي والده جوزك على انها والدتك. انا شخصيا بعامل حماتي معامله طيبه جدا، كانها امي بالظبط، وده طبعا رفع رصيدي جدا عند جوزي. ولازم تفهمي حاجه، ان الناس الكبيره رغم عصبيتها إلا إنهم طيبين جدا. وبعدين أهم حاجة في القصة دي كلها إن أنتي ما تضايقيش نفسك، هو ده اللي مهم. بالمناسبة أنا مبسوطة قوي إن أنا اتعرفت عليكم، وحقيقي حقيقي حبيتكم. إحنا كمان ممنونين قوي لمعرفتك يا اسمة هانم. إيه ده؟ دي نادية كمان جت أهي. سعيدة. 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 ما عرفتكيش على اسمة جارتي. إيه ده، إحنا اتقابلنا قبل كده. إزيك عاملة إيه؟ إزيك؟ عامله ايه يا فنانه؟ صدفه سعيده جدا.